بداية احنا سعيدين جدا نكون احنا الداعم الرئيسي لهذا الحفل، حفل التخرج المركزي لجامعة بغداد اللي يضم اكثر من 28 كلية. الحفل هذا مثل ما انت تشوف جدا واسع بهذا عدد الناس الموجودين بيه. كورك دعمت جامعة بغداد خصوصا سنة 2022 بعدة مجالات، سواء هذا الحفل او كان الحفل عندنا بيوم المرأة او كان عندنا النشيد الرئيسي للجامعة، ايضا كورك هي الداعم له، وان شاء الله مستمرين على السنة القادمة. ان شاء الله السنة القادمة حيكون عندنا عدة نشاطات مع جامعات متعددة، وبالذات هي ايضا جامعة بغداد باعتبارها هي الجامعة الاهم بالعراق. لا ايضا بعدة محافظات مو فقط بغداد، اربيل، بصرة، نجف، كربلاء، بس بغداد تعرف هي المركز العاصمة. اليوم حفل التخرج المركزي لجامعة بغداد يضم جميع الكليات اللغات والآداب والتربية بالرشد والطب الكندي، وهذا الحفل يكون برعاية وزير التعليم العالي، ونرجو أن نأمل أن يكون لهذه الخريجين مستقبل أفضل حتى يكون تعيين وظائف لهم. أشكر أول شيء جامعة بغداد على هذا الاحتفال، وثانيا أشكر شركة كورك على هذا الدعم الاحتفالي الذي قامت فيه وجودها للطلبة الخريجين، ونطالب يعني وزارة التعليم العالي أن يفتح لنا مجال للتعيينات الطلبة لأغلبيتها، يعني يؤدي إلى شيء يعني لسوء، يعني ما نحصل شيء مجال التعيين او شيء مستقبل نضمن مستقبلنا لقدام. كان حفل كلش حلو ومنتظم، وبرعايه شركه كورك كان كل الشكر لها، وكل الشكر لرئاسه جامعه بغداد وبالاخص لعماده الكليات ورؤساء الاقسام والفرق التدريبيه كانت لهذه الحفله، نتشكرهم كل الشكر، وان شاء الله يا ربي لاعلى المراتب العلميه، وان شاء الله احنا ما نريد غير انه نوصل لمراحل عاليه من التدريس، وان شاء الله يا رب الموفقين للجميع. والله مطالباتنا كتعيين شوية يهتمون بي قسم اللغة الكردية، لأن شوية بالمناطق الجنوبية ما مهتم بي، فياريت يهتمون بهذا القسم.